الخطوة الثانية في علاج سمية فتاة المول على ايد فريق طبي متكامل برئاسة الدكتور احمد حبشي. زي ما انتم عارفين زميلتي نرمين شريف كانت راحت في اول جلسة وصورت تفاصيلها كلها لحظة بلحظة، وبعد كده مراسلنا ماجد عبد الله سجل بالصوت والصورة جلسات العلاج بالليزر. تعالوا نشوف مع بعض حصل ايه، وبعد الفاصل هستقبل مصمم ازياء عالمي سوشا. استنونا. مساء الخير عليكم مشاهدينا في عسل ابيض. الحقيقه احنا لما بنفتح ملف او بنتبنى قضيه ما بنسيبهاش الا لما بننتهي منها، او على الاقل بنكون خرجنا منها بنتيجه مرضيه تماما. تابعنا مع حضراتكم قضيه سميه المعروفه اعلاميا باسم فتاه المول اللي تبناها علاجين الدكتور احمد حبشي. النهارده احنا موجودين مع حضراتكم عشان نستكمل رحله علاج سميه. خلينا نتابع مع حضراتكم رحله العلاج ديت وايه اللي هيتم بالظبط في الجلسات العلاجيه الجايه. وصلت طبعا استعدادا لأولى جلسات وأولى خطوات العلاج في رحلة علاج ممكن تكون طويلة نوعا ما. طبعا سمية احنا عايزين نعرف، كنت قبل كده قلت كنت خايفة شوية قلقانة، هل وانت في الجلسة الأولى دلوقتي قبل ما ندخل نتابع معاكي رحلة العلاج دي لسه عندك القلق والخوف ده، ولا انت تجاوزت المرحلة دي؟ لا لسه عندي القلق والخوف طبعا، انا هيفضل عندي القلق والخوف لغايه اخر يوم في اخر مرحله في العلاج، لان الموضوع مثلا ما فيهوش ما عنديش اوبشنز، ما عنديش احتمالات، ما عنديش مثلا اللي هو العلاج مشي ما مشيش خلاص الحمد لله، فانا هفضل قلقانه لغايه اخر خطوه. طبعا حتى بعد كلام الدكاتره والاخصائيين الكبار طبعا هنا في العيادة، بعد رسائل الطمأنينة دي لسه ما زلتي قلقانة؟ يعني حتى يعني طب هم ادولك نسبة كام في المية مثلا؟ ما ادوش نسبة محددة، لان قالوا لي على حسب استجابة البشرة وعلى حسب استجابة الجسم، ممكن الوش يجيب نتيجة بسرعة، ممكن يكون الجلد ضعيف شوية فياخد فترة أطول، نحتاج فترة أطول، مش كل نتيجة بتبقى زي التانية، حتى لو الجرح واحد تختلف من شخص للتاني. فلسه طيب انت النهاردة دلوقتي خلاص يعني احنا نتجاوز مرحلة القلق، وفي أول جلسة كلمينا بقى على دعم المحيطين بيكي، الأصدقاء، الأهل، المعارف، بيشجعوك ازاي؟ واقفين وراك ازاي؟ هو مش بيشجعوني، انا مش رايحه اخد كاس العالم بس بيحاولوا يهونوا، عارفوا كلمه صغيره كده لو انت لسه جميله هتروح الكلام ده، بيوفروا لك الدعم النفسي يعني على الاقل ان انت تخشي جلسات ما انتش ما فيش رهبه جواك ان انت قلقانه داخله ان انت. انا بقول لك الرهبه تفضل موجوده لغايه اخر يوم في اخر خطوه في العلاج، اللي هي مثلا ممكن تكون بعد سنه او سنه ونص، هتفضل موجوده لغايه اخر ثانيه، لغايه ما خلاص بقى كده الدكاتره يقول خلاص ده اقصى ما عندنا او اقصى ما وصل له الطب، مفيش حاجه بعد كده، هتفضل لغايه اخر ثانيه في اليوم ده موجوده. سؤال لحضرتك، الدكاترة هنا في العيادة قالوا لك انه رحلة العلاج بتاعتك هتستمر فترة قد ايه؟ يعني احنا بنتكلم مثلا في فترة شهور ولا فترة سنين؟ مش اقل من سنة ممكن تبقى اكتر، بس مش اقل من سنة عقبال ما اقدر اقول فيه نتيجة كده، واقدر اخد نفسي واقدر ابص من المراية أبص ألاقي فيه تحسن ملحوظ، أو ابتدت تروح مثلا بنسبة 30-40%. طيب عامة احنا عايزين نتجاوز مرحلة القلق والخوف دي، احنا يعني داخلين على مرحلة جديدة، وإن شاء الله طبعا بنتمنى لك إن أنت ترجعي زي الأول وأحسن من الأول، فاحنا عايزينك كده تبقي قوية كده وجامدة وأنت داخلة في أول جلسة.
يا رب. فما تتعامليش مع الموضوع انه رهبه او ان انا خايفه من مرحله ما يعني هتحصل. كل حاجه طبعا بايد ربنا، ولكن ان شاء الله هترجع زي الاول واحسن باذن الله. يا رب. احنا دلوقتي دخلنا مع سمية للدكتورة سالي يونس عشان نفهم اكتر مراحل علاجها هتتم ازاي. بنرحب بحضرتك يا دكتورة. اهلا وسهلا. وحابين نفهم من حضرتك حالة سمية عبارة عن ايه او وصلت لفين دلوقتي. اوكي، انا في الاول احب اطمن سمية ان هي الحمد لله السكار السيرجيكال سكار اللي معمول لها الحقيقة معمول لها بطريقة كويسة جدا جدا. احنا هنبتدي معاها بعد كده بنعمل لها حاجات غير جراحيه، هتبقى بالليزر. اوكي، وده نوع ليزر الحقيقه يعني متوفر في مصر لاول مره، اسمه كور ليزر. ده هتبقى جلسه بنعملها كل شهرين. نعم. اوكي، يعني ان شاء الله ان شاء الله اتمنى ان احنا نشوف مع سمية بنسبه من 60-80% تحسن من الجرح اللي احنا واصلين له دلوقتي. احنا بنتكلم في كم جلسه تقريبا؟ بنتكلم في حدود 3 جلسات بس، ده برضو ما اقدرش يعني ده الرينج، بس ما اقدرش ادي رقم مؤكد اقول لها بعديه كده خلاص. دي بتختلف طبعا من تقبل الحد للتاني لمدى انتاج اعاده تشكيل الكولاجين تاني، فبتختلف، انما بنقول في حدود 3 جلسات. تمام، يعني ممكن يزيدوا عن الثلاث؟ ممكن يزيدوا، ممكن يزيدوا، ممكن يبقى اقل، يعني ما توقعش ان هو يبقى اقل بكتير، يعني لا يعني هو رينج اللي هو الثلاثه قد يزيد. ما بعد ال3 جلسات لو احنا عايزين نطمن السمية وفي نفس الوقت نفهم المشاهدين، هل بعد ال3 جلسات هنعمل عمليه جراحيه ولا هنكمل في منطقه امنه برضو زي ما احنا؟ لا، هو الحقيقه من دلوقتي انا بطمن سمية حتى من قبل ما نبتدي الجلسات ان هي مش هتضطر خالص ان هي تعمل اي تدخل جراحي، لان زي ما قلت لها ان هي الحقيقه عامله يعني جراحة ممتازة جدا جدا للجرح. اوكي، فهو دلوقتي الجزء اللي احنا هنتدخل بيه اللي هو الغير جراحي اللي هو الليزر، وده هيجيب لها بنسبة يمكن 60-80% تحسن من الشكل اللي هي فيه دلوقتي. تمام، يعني نقدر نقول ان مفيش اي خوف او اي قلق. تماما. ممكن بعد ما نخلص الجلسات اللي هي ليزر اللي هو لإعادة تشكيل الكولاجين عشان يرجع تاني في الجرح النهائي، سمية ممكن تشوف بس يبقى يا دوب ظل خفيف جدا جدا لأثر الجرح. اوكي، مش هيبقى بالشكل اللي مضايقها دلوقتي. لو تبقى منه حاجات خفيفه قوي كلون، دي ممكن علاجها بحاجات بسيطه جدا جدا وما امنه ومش انفيزيف خالص، يعني ممكن مثلا نعملها ليزر ضوئي علشان اللون بتاع الجرح. ممكن بعد كده كلها حاجات بسيطه، تاتشات بسيطه قوي بس لارتياحها هي النفسي، يعني عشان ما تحسش ان في حاجه، انما هو اوريدي ان شاء الله هيروح منه بنسبه كبيره. تمام، يعني بالنتيجة النهائية مش هيبقى فيه أي أثر خالص، يعني هتبقى زي الأول تقريبا. يعني برضو مش عايزة يعني أوفر بروميس، هو هيفضل مش هيرجع كأنه جلد طبيعي متصل تماما، هيفضل فيه دايما زي ظل خفيف جدا جدا متبقي منه بنسبة 30-40% من اللي احنا شايفينه دلوقتي. ودي نسبة الحقيقة بتبقى مرضية جدا جدا بالنسبة لناس كتير، لما بيكون عندهم بيبقى فيه جرح كده بتبقى طبعا نسبة حلوة قوي، لما بنقول لهم خلاص اللي انت شايفاه دلوقتي هيفضل منه بس 30%، ده بيبقى لطيف جدا. سمية، حضرتك سمعتي لكلام الدكتورة سالي وكلامها، يعني بالنسبة للسادة المشاهدين وبالنسبة لك ممكن يكون مطمئن. لو عندك أي استفسار ممكن توجهيه للدكتور. طيب بعد ما نخلص جلسة الليزر، حضرتك قلتي من 60-80%، بعد كده الستبس اللي بعد كده نسبة ان هي تشيل الأثر الباقي قد ايه؟ ممكن يا سمية اللي هيتبقالك منه هيبقى بس مجرد لون مثلا الجرح، ممكن يبقى على الحمار او على اللون البني، وده انا ممكن ساعتها نبتدي نشتغل عليه، بتبقى جلسات بسيطه قوي ليزر ضوئي.
بتضيع خالص اللون الالوان اللي هي بتبقى في السكار. هتبقى في حدود 3 جلسات، جلسه كل 3 اسابيع لشهر. الليزر طول. هل احنا دلوقتي جاهزين نشوف اول جلسه هتبقى ماشيه ازاي؟ اكيد اكيد. اتفضل. اوكي. بعد الجلسة هي ممكن تلاقي حمار هيستمر معاها في رينج اللي هو من 7 أيام ل10 أيام، ممكن يزيد، بيختلف من شخص للتاني. فعشان نقلل نسبة الحمار ونسبة القشر اللي ممكن تطلع على الجلد، هديها بعض الانستراكشنز، التعليمات اللي تعملها، منها مثلا هي ما تحطش مية سخنة خالص على وشها. الشمس بالنسبة لها شيء غير مخبث تماما، لازم تبقى حاطة واقي الشمس تقيل جدا جدا، وتاخد بالها ان هي دايما تجدد تاني الكوت كل من 3 ل4 ساعات. ما تحطش اي مكياج تقيل على الوش، يعني ممكن تستعمل شويه مرطبات او حاجات كده بتساعد شويه على ان الجرح ما يحمرش. ممكن برضو انتي بايوتيك كريم برضو هكتب لها عليه تحطه على الجرح، علشان الداون تايم او الوقت اللي هو اللي بعد الاثار الجانبيه اللي هي بتطلع بعد الجلسه تبقى اقل شويه، ما تبقاش مزعجه، بنقلل من ازعاجها شويه على سمعتها. اول اسبوع بعد كده ممكن نخفها شويه، يعني ممكن اقول لها مثلا الميه السخنه، لا ممكن شويه تبتدي تغسل وشها بميه سخنه، يعني بنبتدي نخف شويه في الانستراكشنز دي بعد اول اسبوع. بس اول اسبوع الحفاظ على الانستراكشنز دي بيبقى مهم جدا، شيء اساسي، وبنبه عليه تشديدات جدا جدا، لدرجه ان انا ممكن اخوف البيشنت من يعني من الريسك فاكتورز اللي ممكن تحصل. اقول لها يا سمية الموضوع بسيط جدا جدا وما خدناش دقايق، وان شاء الله هتجيب نتيجه كويسه جدا. ودي كانت الجلسه الاولى لعلاج سميه. تابعنا مع بعض الجلسه حصل فيها ايه وايه اللي تم فيها، وسمعنا لراي الدكتوره سالي اللي طمنت بان الموضوع مش هياخد وقت كتير، وان شاء الله سميه ترجع زي الاول واحسن. نشوفكم في حلقة جديدة من برنامجنا عسل أبيض.